هل ده بشكل من أشكال العقوق يا مولانا، فكرة الاستسهال أو تخلي الآباء أو يعني عن الآباء وعن الكبار، يعني هل يعد من شكل من أشكال العقوق؟ وماذا لو مثلا يعني كان وجود هذا الكبير في المنزل قد يسبب أزمة، يسبب مشكلة نتيجة لطباعه، لبعض التصرفات، لكذا؟ ما هو كل حالة لها ما لها. وجوده في المنزل وتغير الطباع، لأن كل واحد ما بيكبر كل ما بيسقط ما كان يضعه على وجهه من أقنعة. يعني واحد مثلا تلاقيه هادي قوي لكن طبيعته جوه مولع نار، هو بيحاول يتمالك كده عشان، لكن هو بيحط ويرسم على وجهه يعني الهدوء والعقلانية وكذا. لما بيكبر الأقنعة دي بتسقط، ويطلع إنه هو بيتعصب تعصب شديد. هو في الحقيقة هو طبيعته كده، ولكن الكبر كشفه. وبالعكس، واحد بيحاول أن يعلم من حوله أنه حازم وأنه قوي وأنه كذا إلى آخره، وهو ليس كذلك، إنما هو يفعل ذلك من أجل قول الشاعر: من شدة الحزم لا من شدة الحزم. يعني هو بيبقى حازم لكن مش قاسي ولا حاجة، فتسقط الأقنعة فتلاقيه لين هين وكذا إلى آخره. فالكبر بيكشف الحقيقة. الكبر لما نشوف الشخص عنده عصبية، هو ده متعصب من طول عمره، بس كان بيتجرع هذه العصبية ويضع على وجهه قناعا. لما نلاقيه لين وهين، هو ده اللي كان في قلبه فعلا عبر السنين، بان لنا وانكشف عندما سقطت الأقنعة. فدي نقطة مهمة في دراسة الكبار السن، ونبقى واخدين بالنا ان كبير السن ده هو ده بيرجع لأصله، سواء كانت هي نفس بتأمره بالشدة والقسوة أو كده. طب بس هو مش قادر بقى ان هو يتعايش معاه، وفي مشاكل كتير بسبب هذا الطبع السيء. خلاص، يبقى لابد من الانتقال الى، ولكن خطوة خطوة، يعني ما احناش على طول نرجع الى الطرف الاخر، لا، واحدة واحدة، يعني بالهوينة. فنحاول ان احنا نجعل له شيئا مستقلا، نحاول ان هو نجعل معه المرافق اذا كان المكان يسمح، اذا ما كانش يسمح يبقى هنتعامل معه معاملة اخرى. يعني بس الرحمة، أكيد الرحمة. الرحمة الرحمة هي اللي هتضبط كل ده. مزبوط. لما شخص كبر في السن واصبح وحيدا، وبعدين طلب انه حد يجي يؤانسه ولا يؤانسه ولا يتزوج مثلا، فاولاده يرفضوا. الله، بترفضوا ليه؟ انتوا لا ترحموا ولا تخلوا رحمة ربنا. نماذج صعبة بتحصل في الحياة من زي كده. يعني انا عايز افهم ما هذا؟ عيب معقولة بعد السن ده كله ابونا يتجوز ولا امنا تتجوز؟ ده عيب اللي انتوا بتعملوه. العيب بقى الصحيح هو ان انتوا بتعملوه، لان انتوا يعني هذا الاب، وبعدين الاب بقى ينتقل الى رحمة الله تعالى ويعرفوا بوفاته بعد يومين ثلاثة مثلا. يعني شيء في منتهى القسوة ومنتهى عدم الإنسانية. فيجب علينا الرحمة، بس عاملوا هؤلاء الناس بمنتهى الرحمة، ونمشي خطوة 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 علشان المشاكل دي، وعلشان اختلاف الطباع، وعلشان الكبر. ودائما يقولوا ايه؟ الكبر عبر. كان أبويا الله يرحمه يقول: ربي لا تردني إلى أرض للعمر. وبعدين بعدها يقول: تعرف يا علي أرض للعمر اللي هو إيه؟ أقول له: لا، يعني أرض للعمر، ربي لا تردني إلى أرض للعمر. طب إيه أرض للعمر؟ كم سنة يعني؟ قال: السن الذي تحتاج فيه إلى غيرك، ده أرض للعمر. لأنه هو تملي قاعد يدي 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 يدي،
وبعدين مش عايز بقى انه مش قادر يعتمد على حد هو اللي فصعبان عليه قوي انه هو ما يديش، وصعبان عليه كمان انه محتاج لان حد يساعده، لان حد يقومه، لان حد وقد يكون الحد ده مشغول او ولا هيمن عليه ولا هيعمل كذا الى اخره. فتملي يدعي ويقول ربي لا تردني الى ارذل العمر رحمه الله عليه. ف ولكن ده حال اهو، وواحد بيدعي ربنا، انت بقى هتروح فين من ربنا؟ انت ايها الابن او ايها البنت او ايها حتى الغير، حتى افرض رجل ما عندوش اولاد، لا ولد اخوه ولد اخته، ايوه في محيطين بيه، هتروحوا فين من ربنا بقى؟ ما هو ربنا هيسالكم على كده، هيسالكم عن هذا الانسان، عبدي مرضت ولم تعودني. قال يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، ولو عدته لوجدتني عنده. وكانت عيادة المريض دي ليه؟ ما كانش فيه مستشفيات، فكانت عيادة المريض عايز حاجة يقول له ايوه اسلق لي فرخة ولا قوم يسلق له فرخة، اعمل لي مش عارف ايه، في مشوار كذا، يساعده يديره حاجته يخدمه علشان. طب لما كان كل الناس بقى تروح له، ما هو عيادة طبعا، فيطلب من ده حاجة ومن ده حاجة ومن ده حاجة، لأنه أصبح غير قادر. الحمد لله ربنا من علينا بحاجات كتيرة جدا، بتلك المؤسسات اللي هي المستشفيات والمواصلات وتمهيد الطرق، ده احنا في وضع طبعا يعني مختلف تماما عما كان، والنظام الصحي والنظام يعني الحمد لله. طيب عايزين بقى نستغل الحاجات دي لصالح الإنسان، لصالح سعادة الإنسان، لصالح رفاهة الإنسان. ومعنا بقى الدين كله بيقول لي اعمل كده. دخلت امرأة الجنة في كلب رأته عطشان فسقته، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. طب إذا كانت بيدخلوا في الكلاب وفي القطط الجنة والنار، طب والإنسان بقى يبقى أعلى طبعا وأبر، لأنه ولقد كرمنا بني آدم، والله سبحانه وتعالى سخر لنا كل هذه الكائنات، فيجب علينا أمام هذا التشريف طبعا أن نقوم بالتكليف. أدام ربنا شرفنا يبقى لازم نرعى ونخدم الحيوانات دي، برضو جزء من الثواب. طب والإنسان ثوابه أعلى وأبر وأعلى، وقف جناح الذل من الرحمة أهو كده. فإذا لغاية ما مالكش دعوة بقى بإيه، مالكش دعوة بهو إيه، ما تقوليش ده مفسد ده كافر ده مش عارف مؤمن ده كذا، مالناش دعوة بالحكاية دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه وهو بيقول له كبر كبر وهو بيقول له كذا لم ينظر إلى ديانة، بل إنه كان ينظر إلى السن. السن جاء رجل وكان كان اسمه الوليد وكبير السن، فالنبي عليه السلام لان له في الكلام، وأخذ هذا الوليد يعني كأنه يسخر من النبي، والنبي يلين معه في الكلام عشان سنه، ما ملوش دعوه بقى بايه بقله ادب الوليد ده، ملناش دعوه، ولكن احتراما لسنه، انما احتراما لسنه عشان يعلمنا احنا صحيح انه لا اللهم صل لازم تلتزم بهذا. فالحمد لله رب العالمين. احنا على كل حال في حاجه انا عايز بس اقول عليها، اتفضل، ان احنا برضو لسه في خير أكيد. وربنا يزود عندنا هذا الخير وما يزودش السلبيات يا رب. يا رب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعصرنا ده أنا خايف في يوم من الأيام يبقى هو العصر الجميل. ما كل عصر اللي بعده بيبقى أصعب يعني فأنا خايف لحسن العصر ده اللي بعده
يعني يسيبوا بقى الحكاية دي خالص ويعتبروها كأنها منكر.